فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أريد أن أشعر بحلاوة الإيمان ولذة الصلاة، فكيف الطريقة مع العلم بأن يصلي الصلوات الخمس المساجد؟ هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا اجتمعت هذه في المؤمن وجد حلاوة الإيمان. وفي أثر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.